السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع معمول بالذكاء الاصطناعي متدرب على ملايين الأوراق العلمية، بحيث إن أنت لو كاتب أي مقال علمي أو كاتب بحث أو كاتب رسالة تقدر ترفعه وهو يفحصها لك ويقول لك إذا كان فيها مشاكل وإزاي إن أنت تحسنها للأفضل. تمام، فتقدر تختار الموضوع اللي أنت عايزه، تقدر تختار الملف ترفع له ملف وهو يبدأ يديك الفيدباك ويقول لك التحسين لحد ما توصل إنها تكون حاجة تفخر بيها يعني. طيب خلينا نقول له جو تو اب، وعايزين برضو نشوف السعر بتاعه كام. اهو ممكن تقول له بقى انا عايز اعمل نيو بروجكت، لان البروجكت كل شوية اتحسن فيه ترفعه تاني يبدأ يديك التقييم بتاعه. تمام، هو هنا بيقول لك ارفع الملف وقول له ان انا قريت الحاجة. خلينا نرفع ملف كده ونقول له اوبن، هيبدأ يرفع الملف ويبدأ ان هو يدرسه، ولو في اي مشاكل يبدأ ان هو ينبهك ليها. فهو بيسأل لي بقى هل انت طالب ولا مدرس ولا دي عبارة عن ايه. تمام، طبعا كل واحد فيهم بيبقى ليها معايير للمراجعة. تمام، فهو بيبدأ ان هو يجيبها ويبدأ ان هو يراجعها. بيقول لك مثلا التايتل ما لقهوش، الابستراكت اند الكيورد الكلمات الرئيسية المفروض انها تبقى محطوطة وهكذا. فهو بيبدأ يراجع مراجعة اولانية ويبدأ ان هو يديك اذا كان فيها اي مشاكل، وتقدر في اي لحظة تعدل وترفع تاني. هو يقول لك على الكومنتات عشان تستفاد منها، طبعا اعمل ساين ان عشان يبقى ليك حساب. طيب خلينا نشوف الاسعار. في فري لحد 25 صفحة، معاك 50 كريدت، وفي الشهر هيبقى معاك 9 يورو في الشهر، هيبقى معاك في حدود 50 صفحة وهكذا.